مرحبا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام. عاد إلينا السيد وسام عفيفة المحلل السياسي من غزة. أستاذ وسام، تسمعني الآن جيدا؟ نعم أسمعك حياكم الله. اليونيسيف قالت إن 3000 طفل كانوا يتلقون مساعدات طارئة، لا يعرف مكانه، يعني لا يعرف مكانهم، لا يعرف مصيرهم اليوم. ألا يعد ذلك وحده دليلا على ارتكاب قوات الاحتلال جرائم ضد الإنسانية لمحاسبتها لاحقا؟ يعني مما لا شك فيه هذه أكثر وأكبر جريمة الاحتلال يعتمد عليها واعتمد عليها خلال أكثر من 8 شهور، كما أشرت على إحصائيات أنه نحو 3000 فلسطيني طفل فلسطيني مهددين بالموت نتيجة المجاعة وسوء التغذية، وهناك يوميا وفيات يتم إحصائها من قبل وزارة الصحة لأطفال يتوفوا نتيجة سوء التغذية ونتيجة الإهمال في توفير أدنى المتطلبات الأساسية. من يتجول في أسواق قطاع غزة لا يكاد يجد أي من المواد الأساسية الخاصة بالأطفال، خصوصا حليب الأطفال. إذا هذه جريمة مركبة، وعلينا أن نتذكر أن هذه مرتبطة أيضا بالأحوال المعيشية الصعبة الصحية والبيئية التي لم تعد صالحة لهؤلاء الأطفال، خصوصا أنه أصبحت لديهم مشاكل وأزمات صحية، بدايات متتالية من مختلف المنظمات الدولية في هذا الاتجاه، سواء اليونيسيف وغيرها من المنظمات التي تعنى بالطفل، بالإضافة إلى نداءات تخرج من الجهات الصحية في قطاع غزة ومناشدات بضرورة التدخل وإنقاذ حياة آلاف الأطفال الذين يواجهون الموت يوميا نتيجة هذه الجريمة الكبيرة، الموت بشكل بطيء عبر التجويع. هذه أزمة غير مسبوقة، وباعتراف منظمات دولية قالت أنها غير مسبوقة على الأقل في القرن الأخير أن يتم استخدام هذا الشكل المريع من القتل البطيء، والهدف هنا دائما الأطفال. طيب، في بيان مشترك جددت 93 دولة دعمها للجنائية الدولية بعد تعرضها للتهديدات، كيف سيعزز ذلك دور هذه المحكمة برأيك؟ يعني واضح أنه هذا البيان يأتي قبيل التوجه بإصدار قرار الجنائية وفقا لتنسيب النائب العام اتجاه تنفيذ القرار بتوجيه أو بطلب اعتقال، توجيه طلبات اعتقال بحق بنيامين نتنياهو وأركان حكمه من الصهاينة. هناك تقديرات أنه خلال 10 أيام القادمة سوف تبث نهائيا المحكمة الجنائية، وتعلم وبشكل سافر تم توجيه تهديدات معلنة ومبطنة، كان أخطرها ما ورد على لسان عدد من السيناترز الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي الذين وجهوا إنذارات وطالبوا بسن قوانين لمعاقبة القضاة الجنائية، وهذه أيضا سابقة. والخطير أيضا أن النائب العام للجنائية اعترف بشكل واضح أنهم عندما حاول التحقيق بالجرائم المرتكبة في قطاع غزة قال له بشكل سافر أن هذه المحكمة شكلت ليس من أجل محاكمة الولايات المتحدة وحلفائها، ولكنها شكلت من أجل أن يتم استخدامها ضد خصوم الولايات المتحدة، وهذا الأمر يبدو أنه أصبح أمر مريع، ولهذا صدر هذا القرار من الدول باعتبار أنه ما يجري سوف يعيد الأزمة الدولية بالبعد القانون الإنساني إلى حقبة الحرب العالمية الثانية. العالم حاول أن يتخلص من آثار الحرب العالمية، فكانت هذه المحكمة وغيرها من الهيئات الدولية، اليوم الولايات المتحدة والكيان يحاولوا أن يعوضوا هذه المحكمة ودورها، وبالتالي الخطر لن يكون فقط تجاه القضية الفلسطينية، طيب، ولكنه خطر عالمي إذا ما تم تمرير هذه التحذيرات. فيما يخص يعني خطاب بايدن، كيف ترون تصريح إسماعيل هنية الذي قال إن رد حماس على مقترح وقف إطلاق النار متوافق مع أسس خطاب بايدن؟ يعني هذه مسألة غاية في الغرابة والتناقض. حماس من اللحظة الأولى عبرت عن قبولها وترحيبها بخطاب بايدن، وأكثر من ذلك حتى بقرار مجلس الأمن المرتبط أيضا بهذه المبادرة، ولكن لم يسمع العالم بشكل واضح وجلي موقف الاحتلال،
وانبرى بعض أركان الحكومة الأمريكية أو الإدارة الأمريكية يتحدثوا باسم الكيان مثل توني بلينكن وغيره من الأطراف والجهات، ولم يتم تصدير موقف واضح من الاحتلال، وبالتالي بعض أطراف وأركان الإدارة الأمريكية في كل مرة يحاولوا أن يوجهوا المسؤولية باتجاه حماس مجددا، وما جاء على لسان هنية والورقة التي قدمت تؤكد أنها تبني على الموقف أو الخطاب والبيان الأمريكي، وقدمت في سبيل ذلك تفصيلات وتوضيحات واستفسارات ناعمة ومساندة، ولكن في إطار المضي في بالتنفيذ. يعني قدم بايدن الخطوط العامة والخطوط العريضة، وحماس قدم جوانب تفصيلية وجداول زمنية، وعند هذا الحد يبدو أن الاحتلال حاول أن يتملص وتهرب، ليس فقط من استفسارات وتفصيلات التي قدمتها حماس، ولكن أيضا حتى اللحظة لم يقدم إجابة أمام العالم واضحة وجلية بموافقته على العنوان الأبرز حتى لخطاب بايدن. طيب وهو لماذا من وجهة نظرك يا أستاذ وسام، القوى الغربية دائما ما تنظر إلى حماس وإلى المقاومة الفلسطينية على أنها هي من تعرقل مسارات السلام، لماذا برأيك؟ يعني للأسف هذه الرواية كما أشرت وكما تفضلت هي محاولة لدائما تحميل الفلسطينيين المسؤولية، وهنا حماس العنوان. الرواية بهذا المعنى محاولة أيضا للهروب من استحقاقات الضغط على الكيان وعلى الاحتلال، بأنه ينبغي هنا إجبار وإخضاع الاحتلال للمبادرات والنداءات. بالمناسبة هي متعددة سواء الإدارة الأمريكية أو مجلس الأمن أو حتى ما قدمته أو ما قدمه الوسطاء، وإذا ما قرروا أن الاحتلال هو الذي يعرقل فهذا يضعهم في موضع ضغط وموضع صعب، لأنه ينبغي ممارسة الضغوط وترجمة هذه الضغوط بتنفيذ عقوبات على الاحتلال، ولكن هذا الأمر غير وارد، ولا توجد هناك إرادة دولية من هذه الدول عفوا اتجاه تنفيذ حقيقي بالضغط على الاحتلال، ولهذا يروا أن الحلقة الأضعف هنا ممارسة الضغط على حماس، وحتى وبشكل علني مطالبة الوسطاء وتحديدا مصر وقطر بممارسة الضغط، باعتبار أنه كما يعتقدون أن المقاومة هي الأضعف في هذا الجانب، وأنه المفاوضات طيب. أيضا يعني أستاذ وسام، فيما يخص قدرة المقاومة، هنية قال إن قدرة المقاومة لا تزال موجودة حتى في المناطق التي دمرتها إسرائيل، يعني كيف نفهم هذا الأمر؟ يعني ما هو تفسيركم لاستمرار القدرة على المقاومة رغم كل هذا القصف المدمر؟ هذا الحديث يصدقه نعم أستاذ وسام، تسمعوني؟ نعم أسمعك. نعم، هل سمعت سؤالي؟ نعم سمعتك. أقول أنه ما تفضل به السيدانية هو يؤيده ويترجمه الميدان، عمليا أداء المقاومة في الميدان، وخلال الأسابيع الأخيرة وبعد ونحن نمر في الشهر التاسع أداء غير مفاجئ. أولا على صعيد المراقبين العسكريين كان يفترض، وبناء على الرواية الإسرائيلية، بأنه تم تقويض قدرات المقاومة وأن عمليات الاقتحام الكبيرة قوضت قدرة المقاومة على التصدي. ما يحدث الآن هو العكس تماما، كل محطة ومحور من محاور الاجتياح والاشتباك تشهد تقدم وتوجيه ضربات ربما في الساعات الأخيرة، يعني اتضح أنها لديها قدرات أولا على إعادة ترتيب الصفوف، ملء العقد، إعادة ترتيب الكمائن المستمر، وعدد الخسائر في الصفوف قاعد في تصاعد، وهذا أمر أولا كما أشرت مفاجئ ومحبط للاحتلال. نعم، شكرا جزيلا أستاذ أسامة عفيفة المحلل السياسي، كنت معنا من غزة.